اهلا حبايبي اخو طلاب الصيدله في كل حته في مصر. النهارده هنتكلم عن رايزومه الزنجبيل، الجينجر رايزوم، في برانش السبترينيان فارماكوجنوزي. معاكم الدكتور مصطفى حجازي. رايزومه الزنجبيل الاوريجين بتاعنا كيرفولي درايد رايزوم اوف زنجبار اوف سينالي فاميلي زنجباريزي ديبرايفد اوف ذا دارك اوتر تيشو. بياخد الزنجبيل ونشيل الجزئيه الايه الاوتر تيشو اللي هي الدارك دي. الزنجبيل ده بينتمي للمونوكوتوليدونز اللي هي احاديه الفلقه، زي ما احنا شايفين الورقه بتاعته باينه خالص. الزنجبيل جينجر ييلد نوت ليس ذان، على الاقل يديني مش اقل من 1% فولاتايل اويل. يبقى الاوريجين بتاعي سهل خالص اهون. المورفولوجي بتاعي الزنجبيل زي ما احنا شايفينه كده، الشيب بيبقى عامل زي الكفوف، بنقول عليه هوريزنتال افقيه فلاتند مسطحه سيمبوديال برانشد بيسز. سيمبوديال ومونوبوديال دي اللي هي المونوبوديال دي اللي هي البرانشنج بيحصل على الستيم الرئيسي، فاهمني؟ النبات بيطول طبعا، ده ستيم، ده سبترينيان ستيم رايزوما. تمام، هنا البرانشنج بيحصل، هنا اللي بيكبر الرايزوما دي البرانشز، لان ده سيمبوديال برانشنج. تمام كده، مش مونوبوديال. يبقى اذا المين ستيم بيقف عن النمو، تمام، واللي مسؤول عن حجم وكبر الرايزوما البرانشز مش المين ستيم. تمام، عشان كده بنقول عليه سيمبوديال برانشد بيسز، بيسموها كفوف الزنجبيل. الكلر بتاعي بيبقى بيل يلوش باف، بيبقى لون اصفر كده ايه لحمي، او لون اصفر كده ايه محمر سنه. الاودر اجريبل اروماتيك، طبعا مستساغه وجميله واروماتيك جميله. التيست اروماتيك بانجنت اجريبل اروماتيك بانجنت يعني اللي هي ايه اللي هي حريفه، زي طعمها زي الشطه كده، في مشطشطه سنه بتسخن البق كده. الفراكشر لما اجي اكسره بنقول عليه شورت ويز بروجكتنج فايبرز، زي ما احنا شايفين الفايبرز ظاهره قصاد مني خالص اهي، مش محتاجين نوضح اكتر من كده. الهيستولوجي هيستولوجيكال ديسكريبشن، انا عندي فيه طبقتين مهمين في الـ في الـ سواء كان في الدياجرام اللي موجود قصاد مني او في التي اس اللي تحتيه، طبقه الكورتكس وطبقه ومنطقه الستيل. الكورتكس هنلاقي الطبقه اللي موجوده عندي، هنلاقي اهيت الكورتكس، هنلاقي فيها دوائر صغيره كتير. الدوائر دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكريشن سيلز، عباره احنا قلنا في فولاتايل اويل. عندي الاويلز السيلز دي فيها اوليوريزم، فيها الاويل موجود في اوليوريزن متخزن في قلب سيلز، فبيبان على شكل اللي بنقول عليه سكريشن سيلز ويز يلوش براون اوليوريزن ناس كونتنت. تمام، هنلاقي في خط بعد كده اللي هو بنقول عليه اندوديرمس. الاندوديرمس ده بيحد منطقه الستيل. تمام، منطقه الستيل برضه هنلاقي فيها نفس الدوائر، الدوائر هنا اللي موجوده اللي هي الدوائر الصغيره اللي احنا شايفينها دي، ده نتيجه وجود سكريشن سيلز والفيسلز اللي احنا بنقول عليها نون ليجنيفايد فيسلز، والفايبرز اللي هي بنقول عليها سيبتيتد فايبرز. يعني هنا التوصيف مهم جدا، لان مش كتير هنلاقي نون فايبر فيسلز نون ليجنيفايد، مش كتير مش هنلاقي السيبتيتد فايبر غير موجوده في الايه غير في الجينجر. كورتكس اندرمس الستيل اهو. المايكروسكوبيكال ايدنتيفيكيشن الباودر، يعني الكالر عندي بيبقى يلوش وايت، لون كسرت النبات تمام كده، فيبقى عندي لون اصفر كده ايه مبيض. الاودر اجريبل اروماتيك، التيست بانجنت. بشوف عندي في الباودر اخر رسمه تحت خالص، بلاقي عندي حاجه اسمها سيتامينيشا ستارش، اللي هي ستارش شبه نيشا، شبه ايه؟ شبه الشنطه اللي انا شايلها او شبه الزكيبه، بتبقى جوزها رفيع من فوق وفيها الهايلم وفيها ترانسفيرس ترايشن. هون نيجي نوصفها نقول عليها نقول سيمبل اوفال او اوبلونج، تبقى مش كومباوند يعني مش كذا ستارش جايين في بعض ملزقين في بعض، بنقول عليها سيمبل اوفال. تمام كده، وفيها هايلم وفاين ترانسفيرس ستريشن. نطلع فوق شويه الرسمه اللي فوق خالص، هنلاقي طبعا الصوره الستارش اللي موجوده قصاد فوق الايه فوق الرسمه بتاعتها. نطلع فوق خالص هنلاقي الايه السبتيتد فايبر، بنوع ثين وول سبتيتد فايبرز ويز اوبليك سليت لايك بيتس، فيها حفر صغيره كده اللي هي الشرط اللي احنا مرسومه في النص دي، وفيها خط اللي احنا بنقول عليه لو احنا بصينا تحت هتلاقي كاتب لكم في تاني رسمه سبتم حاجز، فدي بنقول عليها سبتيتد اللي هي جمع سبتا دي اللي هي جمع سبتم، سبتم اللي هو حاجز وسبتا اللي هي جمعها.
عندي بعد كده اليولوش براون اول يوريزين ماسز، يعني ممكن غالبا بنشوفها وما نشوفهاش فاهمني، بس يعني لازم نشوفها، بتبقى غالبا موجودة يعني. يلوش براون اول يوريزين ماسز ممكن تبقى موجودة فري او ممكن تبقى موجودة في قلب سيلز، زي في الايه الرسمة اللي في الوسط خالص اللي هي مكتوب عليها او ار دي. كونستيتوانس المكونات، عندي في فولاتايل اويل بشكل اساسي. فولاتايل اويل ده بنسبته من 1 لـ 2%، احنا قلنا ما يقلش عن 1%. مكوناته عبارة عن مونوتيربينز وسيسكوتيربين. ايه المونوتيربينز دي؟ اللي هي المركبات اللي هي فيها 10 ذرات كربون، سيسكوتيربينز اللي هي 15 ذرة كربون. امثلة عندي زي ايه؟ زي الجنجبرين، مادة الجنجبرين او الجنجرولز. الجنجرولز دي عبارة عن ايه؟ دي المركبات المسؤولة فاهمني عن الطعم البنجنت، طعم الحريف بتاع الايه؟ بتاع الزنجبيل. البانجنس بتاعتها الطعم الحريف ده اقدر اشيله عن طريق ان انا اعمل ديستراكشن للبانجنس دي عن طريق 2% بوتاسيوم هيدروكسيد. طب انا بعمل كده ليه؟ يعني ايه الجمال في ان انا اشيل، ما انا عايز زنجبيل عشان البانجنس بتاعته دي. انا بشيل كده عشان لو انا عندي مثلا هاب ان الزنجبيل جالي مغشوش، يعني واحد حطيت لي حبه دقيق على حبه شطه على حبه لون، تمام، بيقول لي ان ده زنجبيل. لو انا حطيت طبعا الشطه لو انا حطيت عليها بوتاسيوم هيدروكسيد 2% البانجنس مش هيحصل لها ديستراكشن، فبالتالي يبقى ده مش زنجبيل. يبقى انما لو زنجبيل هيحصل ديستراكشن للبانجنسي عن طريق الايه؟ 2% بوتاسيوم هيدروكسيد. ممكن يبقى عندي قلنا زنجبرين، جنجرول، وعرفنا ايه جنجرول، وزنجيرون. الزنجيرون دي يعني عباره عن ماده بانجنت بردك، والبانجنس بتاعتها بقدر اتخلص منها عن طريق 5% صوديوم هيدروكسيد، تمام كده، وليها سويت اودر، ليها ريحه حلوه، تمام. رابع ماده عندي الشجول. الشجول دي مادة ارتيفاكت مش موجودة في قلب النبات، اتكونت نتيجة فقد الجنجرول للمية. الجنجرول فقد المية، تمام كده، فتحول للشجول. طب انا عايزها، هي ارتيفاكت كده يعني ما كانتش موجودة في النبات وجت نتيجة عملية البروسيسنج، هل انا عايزها؟ لا انا مش عايزها. كل ما كان النبات او الزيت بتاعي او الجنجر بتاعي فيه شجول اكتر، كل ما كان معناه ان الكواليتي بتاعته اقل. فبيست جنجر مور جنجرول ده شجول، فاهمني؟ كل ما كان الجنجرول اكتر والشجول اقل، كل ما كان جنجر احسن، بيتر جنجر. ستارش طبعا عارفين الزنجبيل، عيش الزنجبيل طبعا كلنا عارفين الصوره دي من فيلم شريك، اللي هي الصوره بتاعت الراجل اللي عمل عيش الزنجبيل. دي عيش الزنجبيل مشهور بره وبيتاكل، يعمل زي حلويات كده فاهمني، زي ايه، بتعمل زي كيكات، وفي نفس الوقت الميوسلج طبعا عشان الكميه العاليه جدا من الستارش الموجوده، ففي امكانيه انه ممكن يتعمل منه ايه، طبعا كل حاجه سبترينيان فيها كميه عاليه جدا من الستارش، واحنا عارفين ان دي ستورج اورجان. نرجع لورا كده ونفتكر الكلام ده. الاكشن واليوز، انا عندي هنا استعمالات الرئيسيه للزنجبيل انتي ايميتيك قوي جدا في موضوع دي، ان هو بيمنع الترجيع، تمام، بيعمل بروفلاكسز يعني بيحمي من النوزيا اللي هي القرفه والفوميتنج اللي هما بيجوا مع الموشن سيكنس اللي هو دوار المواصلات ده. لقوا كمان ان هو له احسن نوع، احسن من الدرامامين. الدرامامين دي مستحضر بيستعمل عشان دوار الموشن سيكنس، فهو احسن منه، وموجود في الصيدليه مستحضرات منه اللي هو اسمه جينجر. بيستعمل في تحسين الهضم، ان هو بيعمل بنوع عليه دايجستيف ستيمولانت. ازاي دايجستيف ستيمولانت؟ بيعمل انهانس للدايجشن، تمام كده، في حاله الديسبيبسيا سوء الهضم، ككارمينتيف طارد للغازات في حاله الفلاتولنس الانتفاخ، كسبازموليتيك في مضاد للتقلصات في حاله الكوليك الانتفاخ المغص والكلام زي كده. له انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، له تاثير مضاد للالتهابات، فممكن ينفع يستعمل للروماتيك والماسكولار ديس اوردر اللي هي الام الايه، الام الروماتيزم والايه والعضلات والكلام زي كده، ككريمات المساج او كمساج، تمام كده. ممكن برضك انترنالي ينفع كديفيوسيف ستيمولانت، هو بيزود الميتابوليزم. طبعا احنا بعد ما نشرب الزنجبيل بنحس بحراره في جسمنا جامده، هو عنده امكانيه انه يحسن يزود الميتابوليزم بتاع جسمنا 20%. بيحسن الميتابوليزم، بيعمل بنقول عليه سيركيولاتوري انهانسنج ايجنت، تمام كده، بيحسن كميه الدم اللي بتوصل لاماكن البعيده، فاهمني؟ عشان كده تحس ان ايدينا دفيت في الشتاء، فاهمني، تمام كده. فبالتالي ممكن يستعمل في الويت كنترول، ممكن يستعمل كسيكشوال تونيك، تمام كده، ممكن يستعمله في الكولد والفلو، تمام كده، سور ثروت، التهاب الحلق. لو انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، طبعا لو احنا بصينا كده على الصوره اللي هي التاني صوره من تحت، اللي هي الليمون مع الايه، مع النعناع مع الزنجبيل، ده بيسموه الديتوكس. الديتوكس دوت حاجه بتستعمل عشان ازاله الجسم، ازاله السموم من الجسم، واحيانا للتخسيس على حسب بقى ايه، على حسب اذا كنت احط عليه عسل او لا.
فهو بيستعملوه عشان يشيل السموم من الجسم، ان هو انا بس بحسن الدوره الدمويه، حسنت الدوره الدمويه بشكل كويس، وحسنت الميتابوليزم، فبالتالي فبشغل الجسم ان هو يقدر يتخلص من السموم اللي فيه، يعني ميتابوليزم اتحرك، فاهمني؟ الماده السامه ما بقتش سامه، الجسم قدر يتخلص منها، فبالتالي فبنقول عليه بيسموه الديتوكس. في نفس الوقت حسنت الميتابوليزم، فاقدر ان انا ايه احرق الدهون والحاجات المتخزنه، فبالتالي ينفع للتخسيس بشكل كويس. كيميكال تيست طبعا احنا عارفين هو، قلنا في اوليو ريزن، في فولاتايل اويل، فالسودان سري هيصبغ الفولاتايل اويل الموجود عندي بالريدستين، وبالنسبه للريزن هيتصبغ بالايودين براون ستين، تمام كده. لو الايودين هيصبغ لي الستارش، هيصبغها لي بلو ستين زي ما احنا عارفين. يبقى السودان سري هيصبغ لي ريد ستين عشان فولاتايل اويل، الايودين هيصبغ لي الريزن براون بالبراون بشكل براون، لون براون كلر يعني، تمام. الستارش هتاخد الايه، هتاخد البلوستين. الاثار الجانبيه بتاعته والكونترا انديكيشن، طبعا هو قلنا ايه، بيحسن كميه الدم اللي واصل في كل الاماكن طبعا، فبيزود السيوله، تمام كده. المفروض ان هو بيزود انكريز البليدنج تايم، تمام، يعني لو واحد دخل عمليه بيزود الفتره اللي الدم بينزفها اكتر من الطبيعي، فبالتالي انا لو انا بستعمل الزنجبيل بشكل، طبعا لو انا صحيح مش هيبقى فيه مشكله، وحتى لو بستعمله عادي يعني، تمام. انما لو انا مثلا داخل هعمل عمليه، تمام كده، او رايح افحص سناني، او هخلع ضرس او حاجه زي كده، تمام، لازم قبل منها باسبوع او 10 ايام اكون مبطل خالص. او الناس اللي بتستعمل مضادات التجلط، الانتي كواجولانت دراجز، تمام كده، عشان الحاجات اللي بتزود سيوله الدم، ما ينفعش استعمل معاه ايه الزنجبيل، تمام. ما ينفعش استعمله في البريجننسي في الحمل، ما ينفعش استعمله مع الرينال بيشنت ويز ستون، الناس اللي عندهم حصاوه في الكلى. طبعا الزنجبيل قلنا اتكلمنا عن فوائد كتير جدا له، تمام، فما ينفعش بعد ما نتكلم عن الفوائد دي ما نشربش ايه الزنجبيل. شكرا لكم كتير، معكم الدكتور مصطفى عجازي.